ناخد السؤال اللي بعده. من حق الست اللي بتشارك في مصروف البيت ان جوزها يشاركها في شغل البيت، يراعي ظروف شغلها، الدلع يكون مضاعف، ولا تتشرط براحتها ما الفلوس فلوسها؟ الدلع يكون مضاعف. الله 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 الله، حلو الدلع، تدلع وتتدلع لان طبعا الدنيا ناشفة طبعا، فحلو كده ما تبقى ايه طرية every once in a while. بجد انجي علي شخصية عصبية ولا عنيدة ولا شكاكة ولا غيورة؟ قول لنا عيب واحد. ممكن عنيدة. عنيدة أقرب حاجة. أقرب حاجة عنيدة. أوكي طيب، ناخد السؤال اللي بعده. الشيطان مش عايز يمشي. طيب أول حاجة بتحبه قوي، بتحبيه. أنت اللي حبه مش أنت اللي جايبه. أيوة بصراحة. أول حاجة بتلفت نظري في الراجل، ساعته ولا جزمته ولا برفانه ولا فلوس ولا نفوذه؟ نفوذه؟ يعني باور كده. ساعته ولا جزمته ولا برفانه ولا نفوذه؟ برفانه. اوكي، دي اول حاجه بتلفت نظرك. ولو مش حاطط لا هو لا من الاختيارات، ولو مش اول حاجه، مش اول حاجه بتلفت نظري في الراجل اكيد، بس من الاختيارات اللي انت مديها لي دي هتبقى اول حاجه في اللي انت قلته. اوكي، ولو حاطط ماء تواليت او عطر يروح بيته. يروح البيت. لا ممكن ما اقدرش افضل قاعده معاه كتير بجد، يعني عايزه امشي. تصدعي ساعتها من ساعتها ما تيجي تسلم كده بتشم البرفيوم، في ساعات برفيوم كده تحس انها دخلت جوه دماغك كده عملت لك صداع. ايوه هو نغشيش مناخيرك. هو بيقول لك ايه النظام؟ عجبتك؟ حلو. هو اساسا يعني ضايع. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا ممكن اكيد اكون غيرت برفيوم للناس بسبب الريحه بجد. بس خدي بالك انت البرفانات او العطور لما بتتخلط بالجلد ريحتها بتتغير. مزبوط. يعني ممكن انت تشميها كده اهو في المحل تبقى حاجه، ولما هتتحط وخصوصا بقى لو الراجل يعني، بس يلا ربنا يستر مش مشكله، خلاص خلينا نعديها.